انا جيت خلاص بقى معطل الناس. انا بيقول لك هو مأمن دلوقتي البرنامج بتاعنا يا جماعه. جيلك انا عارف انت هتقول لي ايه. هو مأمن دلوقتي. انت قديم اصلا. بدأنا. بصوا يا رجاله البرنامج ده يعني هكلمكم عن السيت اب بسرعه كده. هو طريقه السيت اب يعني مع الفايل بتاع السيت اب موجوده ماشي. ولو حد منكم هيشوفها الجماعه بتوع الاي تي وهما بيسطبوه تسطيبه سهل. وفي كده حته ايه كوبي وبيست لفايلات باتش وكوبي وبيست لسيريال نمبر ماشي. اهم حاجتين لما بنبدا البرنامج بنخش على البروجكت ماشي في التول بار في المنيو بار. في المنيو بار دي يا جماعه المنيو بار بتاعتي ماشي. هفتح كده كاني هفتح بروجكت جديد هعمل نيو ماشي. كي ايه مثلا خلاص. لا تسجل. انا اسف يا جماعه انا اسف. لما نفتح برنامج اول حاجه نجري عليها جوه البرنامج ماشي في المنيو بار اللي هي البروجكت ماشي. بنخش على ستاندرد. بنلاقي عندنا فيه ايه بقى جوه الستاندرد. بنلاقي عندنا هو قبل يعني قبل ما نتكلم على الستارت بتاع البرنامج. هو البرنامج بتاعنا فيه يعني الهدف منه ثلاث او اربع حاجات. اولهم موضوع اللود فلو. اللود فلو ده بيديني حاجتين. بيديني شورت سيركت كالكوليشن اوتبوت ماشي. واسف اللود فلو بيديني فولتج دروب اوتبوت ماشي. يعني بيعمل فولتج دروب كالكوليشن ماشي. الحاجه الثانيه اللي هو الشورت سيركت في الايقونه هنا اهوت. الايقونه الاولانيه ديت مكتوب عليها ايه لود فلو اناليسيس. دي بيطلع منها بيديني شكل الفلو بالكيلو فولت امبير او بالكيلو وات والكيلو فار اللي هو السمشن بتاعهم تمام. وبيديني كمان فاليو بتاعه الفولتج دروب على كل باس بار او على كل حمل انا عندي جوه المشروع او على كل لوحه. الحاجه اللي انا عايز اجيب عليها الداتا دي بحط عليها زي حاجه زي شكل باس بار كده او نود. وبيديني هو الداتا بتاعه اللود فلو اللي هي كيلو فولت امبير او كيلو فار زائد الكيلو وات او بيديني كمان الفولتج دروب ماشي. الايقونه اللي بعد كده اللي مهمه برده اللي هي شورت سيركت اناليسيس. بطلع بعمل بيه شورت سيركت اناليسيس. دول اهم حاجتين جوه البرنامج تمام ماشي. دول اهم حاجتين جوه البرنامج. بعد كده موضوع اللي هو الموتور اكسلريشن اناليسيس دوت يعني الراجل لما شرح معانا المحاضره ما كانش مهم قوي لان اعتقد يعني بس انا بعمل سيرش في الموضوع دوت ان هو بيعمل لك اناليسيس للسيستم وانت بتدخل المواتير في شكل استبات بدون ما تحط للمواتير دي ستارترز. يعني وانت عامل المواتير كلها دايركت اونلاين. لسه بنسيرش في الموضوع دوت وهديكوا برضو ايه نبذه عنه فكره ماشي. خلاص بنبدا البرنامج. في حاجات لازم نخش عليها على طول اللي هي عندكم اللي هي ايه اللي هي بروجكت. هنخش على ستاندرد قدامكم اهي وهنخش على انفورميشن. ايه هو ستاندرد وايه هو انفورميشن. الستاندرد عندي حاجتين. الستاندرد دي مش نوع الستاندرد اللي هو بيشتغل بيها البرنامج في الكالكوليشن. لا ده ستاندرد في جدول الرموز اللي هي موجوده عندي في اليمين بس مش اكتر ولا اقل ماشي. يعني اللود فلو اناليسيز. اللود فلو اناليسيز دي ملهاش علاقه بان انا مثلا شغال اي اي سي. الستاندرد في حاجتين. في اي اي سي وفي انسي. انسي ده اللي هو اي تريبل اي يعني امريكي. اي اي سي اللي هو الاوروبي تمام. اي اي سي الاوروبي. انسي اللي هو يساوي الاي تريبل اي اللي هو الامريكي. ده في ايه يا جماعه؟ ده في السيمبلز اللي هنا بس تمام. طيب ببتدي احط الفريكوانسي بتاعي ماشي اللي انا شغال عليه في الكونتري اللي انا فيها. وابتدي اقول انا شغال بالانجليش ولا بالمتريك. طب احنا شغالين بالايه؟ بالمتريك. والمتريك الانجليش ده هيحط لك الفيت. ده الفورمات بتاع التاريخ ماشي. دي كده اول حاجه في الايه في البرنامج بروجكت. تاني حاجه زي ما قلنا احنا قلنا عندنا في ايه في ستاندرد في انفورميشن. انفورميشن بتاع بدايه تبع المشروع. بروجكت تايتل لوكيشن ماشي مثلا كده ار اتش بدايه اللوكيشن فين. اسم العقد. المهندس شغال في المشروع. ريمارك. شويه كومنتس مش عارف ايه كل الكلام دوت تمام. يبقى انا كده بدات. طب ما تيجي نشوف اكزامبل كده لو انا غيرت في الستاندرد يبقى شكل السيمبل عامل ازاي. يعني انا هنا السيمبل بتاع المحاوله هنا بص عامل ازاي. عامل كده تمام. في برضو من ضمن وانت شغال على الكيبورد تقدر تعمل بالكنترول تعمل والسكرول تعمل ايه زوم ان وزوم اوت ماشي خلاص. وتقدر عن طريق
طريق المسطره دي تقدر تحرك السكرين كده، فانت تقدر بكل سهوله تستغل الاثنين دول، تعمل كده وتعمل ايه زوم ان وزوم اوت ايه كده، يبقى الموضوع اسهل بكتير عشان ده مش عامل زي الكاد. الكاد انت ممكن بايد واحده تشتغل تزوم وتجيب يمين وشمال، لا دوت هنا ممكن تستعمل الدرولين دول في الموضوع ده. ماشي. طب ما تيجي بقى، احنا كنا ايه، كنا هنا كنا فين، كنا جوه بروجكت، كنا جوه الستاندرد، كنا مختارين. ما تيجي نختار انسي، نشوف شكل المحاربة عامل ازاي اختلف. طيب هل بقى موضوع الاي اي سي والانسي ده بيقف على موضوع السيمبلز بس؟ لا، في حته معينه او في نوع معين من انواع الكالكوليشن اللي هو الشورت سيركت كالكوليشن. ماشي. ده بيطلب وهو بيعمل الكالكوليشن بيطلب منك تشغل اي اي سي ولا انسي، وده فعلا بيبقى نوع من انواع الكالكوليشن. ماشي. انت يا اما شغال بالطريقه في الكالكوليشن انسي، يا اما شغال اي اي سي. لكن هنا في اللود فلو ملهاش دعوه. تمام. يعني انت ممكن تبقى عامل البلوكات السيمبل بتاعتك ديت جوه البروجكت اي اي سي، بس وانت جوه الشورت سيركت تختار ان هو يعمل بالطريقه بتاعه الانسي. دي ليها معادلات ودي ليها معادلات. معادلات بقى ايه اللي هي المعقره بتاعت المراجع، يعني مش المعادله اللي هي سطر وسطرين، لا بيحط كل الاحتياطات وهو بيعمل الكالكوليشن، كانك جبت الكود او جبت المرجع اللي هو بيعمل الكالكوليشن دي وحطيته جوه. هي دي مثل البرنامج ده، ان البرنامج ده التعب بتاع الاكواد وبتاع المراجع المقرف اللي احنا بنقعد نعمله بايدينا، كل التعب ده هو البرنامج ده عمله، وعشان كده بقى برنامج عالمي. هي دي الميزه الوحيده اللي فيه، عشان كده كل الناس بتجري وراه، بيقول لك هات لي كتاب عشان هو ما فيهوش غلطه، هات لي كتاب عشان هو مش عارف ايه، هات لي كتاب. فاهمني؟ وابتدى بقى اجمع داتابيز من شركات كتير، سواء في الكابلات او في ومن اكواد كتير، سواء في الكابلات او سواء في الكومبوننت بتاع التصنيع، مثلا سواء اي بي بي سويتش جير، بتتكلم على سيركت بريكر، مش عارف ايه، كل الحاجات ديت جمع داتابيز من الشركات ديت. واعتقد ان هو كل سنه بيعمل لها ابديت من الشركات دي، بحيث ان الناس تبقى ابديتد في البرنامج على اخر حاجه. ماشي. احنا كده اتكلمنا على ايه، ستاندرد وانفورميشن. طيب هنبتدي نتعرف بقى على الايه، الايقونات اللي عندنا دول واحده واحده. ماشي. اللي هم برضو هنا يعني. ماشي. هنا في الايقونه دي اللي هي ده، خلاص اللي هي البان اللي هي ديت. الايقونه دي اللي هي زوم ان، الايقونه دي زوم اوت، اهو تكبر تصغر. الايقونه دي بتديك زومنج برضو من هنا، ده حاجه زي زوم اكستند بتاعت الاوتوكاد. يعني انت الدنيا غابت عنك كده، تعمل كده تجي لك الايه، الفيو قدامك كله من جديد. ماشي. طيب في ايقونه ثانيه اللي هي بتاعت دي تكست، عايز تحط تكست جنب المحاول دوت. التكست دوت يعني حاجه ضدي، يعني ملهاش اي وظيفه في الكالكوليشن. انت بتكتب اللي انت عايز تكتبه، اي نوت بتكتبها على المحول. لو انت مش متوفر ليك ان انت تكتبها جوه في الاي دي بتاع الايتم، لا بتكتبها فين؟ بتكتبها بره هنا، بتبقى مثلا اي حاجه، يعني اي حاجه بتكتب نوت حتى للي بيقرا السنجل لاين دياجرام او اللي بيقرا الكالكوليشن. ماشي. دي الايه، التكست. هنا التكست ممكن بقى تعمله بشكل معين بقى، يعني عايز تيجي كده 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 كده، تقدر ايه تكتب التكست اللي انت عايزه كده بشكل فورميشن معين التكست. ماشي. دي الجريد دي كويسه جدا في ايه بقى، في ان انت يبقى حاجتك منظمه ومنمقه كده، وانت ايه شغال ترص هنا، تجيب مثلا الجنريتور هنا، تيجي مثلا الموتور تحطه هنا بالمنظر دوت. فاهمني؟ تقدر تعمل بارلل في السنجل لاين دياجرام اللي انت بترسمه. تمام. يعني بيخلي الشكل شكله افضل بكتير. انت لو مشغله من غير ديت، تبص تلاقي نفسك بتحط الموتور هنا وتجيب الموتور اللي بعديه، هو ما فيهوش الجريد اللي احنا فاهمينها، لا هو ممكن تحطه في اي حته، فتلاقي مثلا الشغل طالع كده، فيبقى شكله ايه، مش ظريف. ماشي. ايه تاني؟ في عندنا حاجه اسمها تشيك كونتينيوتي، ودي من اهم الحاجات وانا بشتغل في السنجل لاين دياجرام. يعني لو افترضنا ان انا عندي شبكه كده، تمام، يعني هشرح البلوك دوت، بس اقول لكم ايه هو التشيك كونتينيوتي. وعندي هنا في باص كده، وانا بوصل كده ده بده كده. ماشي. وبحط مثلا المحول دوت هنا كده وموصل كده. لما اقول تشيك كونتينيوتي، تشيك كونتينيوتي، في حد حس ان في اكشن حصلت في الشاشه؟ ما فيش. طب ما تيجي نعمل كده مثلا، تعال نشوف، تعال ندوس تشيك كونتينيوتي، في اكشن حصلت. دي بقى بتعمل ايه، ان ممكن اي حد يشيل اي ايتم من هنا يرميه هنا. ماشي.
والايتم دوت ما يكونش متوصل صح، فنيجي ندوس على تشيك كونتينيوتي. دي هي دي اللي بتعمل ايه؟ هي دي اللي بتقول لي الحق ده انت في عندك حاجه مش متوصله، او في بلوك حد رامي حاجه غلط جوه السنجل لاند ديجرام. ودي طبعا تعمل مشاكل في ايه؟ في اي كالكوليشن من اللي قدامنا دي. تمام؟ هنتكلم عن حاجه اسمها ريف كنترول. احنا اتكلمنا على دوت هنتكلم على الريف كنترول. دي الريف كنترول ماشي. ريف كنترول دي يا جماعه من ضمن الايتم اللي هنا. ريف كنترول دي بتديني لو انا عندي اتنين اوبشن، مش عندي اتنين كيس. يعني هو البرنامج ده بس يعني لغايه دلوقتي لسه ما قدرش ان هو ان انت تعمل اتنين كيس في النورمال والستاند باي وتقول له رن يقوم مطلع لك نتائج لكده ونتائج لكده. لا مش عارفين لغايه دلوقتي نعملها. تمام؟ بس ريف كنترول دي ممكن تديك اوبشن لو انت عندك سنجل لاين دياجرام في محول ميجا، تمام، وعايز تشوف المحول ده لو هو 2 ميجا يديك ايه. تمام؟ يعني هو بياخد لك كوبي من السنجل لاين دياجرام الاساسي ماشي ويخليك تلعب فيه عشان تدي اوبشن تاني. على سبيل المثال هنقول مثلا كرييت ريف، هنقول مثلا ريف واحد. تمام؟ هو عمل ايه دلوقتي؟ هو خد كوبي من البيز وعمل ريف واحد اللي هو ده. طيب لو انا قلت مثلا ان دوت انا عامله من عندي اللي هو البيز الاساسي، لو خدتوا بالكم ان انا لما اجي جوه الريف هنا القائمه دي بتختفي. يعني ما اعرفش اعمل اي اديتنج جوه الريف في ان انا اضيف واشيل بلوك، لكن ممكن اعمل اديتنج للداتا. خلينا نشوف التجربه دي. عايزين اهو ده بيز، وهقول ده مثلا 13 و8 الجهد بتاعه 13 و8 اوكي. تمام؟ ده الايه؟ الريتنج. تعال نخش جوه البيز هو كام كده؟ تعال خليه بقى 33. يمكن هو في الايتم ده ما بيغيرش، يمكن في الايتم ده ما بيغيرش، بس خلينا نجرب حاجه تانية. طب خلينا اشوف لكم بلوك مثلا زي المحول. هات المحول ده هنا وحطه وقول ده مثلا ايه 1 ميجا. هتخش جوه الريف هتلاقي المحول ده موجود 1 ميجا، ممكن اخليه 2 ميجا. اغير هناك في البيز؟ لا ما غيرش، خلى واحد. تمام؟ فاذا انت ضفت حاجه شلت حاجه خلاص في البيز بتاثر بتسمع في الباقي. تمام؟ خلاص؟ في تقدر انت في الاوبشن ده تعمل اللي انت عايز تعمله براحتك، بس ما عدا ان انت تشيل او تضيف. ليه؟ شفنا هو لما تخش جوه الريف بتلاقي الدنيا ايه؟ يعني اختفت. انا بدوس على اي محاول ديليت خلاص هتضيف. لا تمسحه من هناك. You can delete if you are on you are not in the base revision. لازم تبقى في الايه؟ في الايه. احنا قلنا دي ليه؟ دي عشان انا لو عندي السيناريو بتاع اوبشن انت عامل مشروع حاطط فيه محولات بكذا ومولدات بكذا وطلبات بكذا ماشي، بس نفس الايتم ونفس الكونستراكشن هو بس مختلف في الداتابيز، في الداتا انفورميشن اللي جوه الايتم دي. لكن تشيل تحط ايتم اللي هيتعمل هنا هيسمع هنا. وطبعا عمرك ما هتعرف تعمل حاجه في الريف، فلما تعمل هتعمل فين؟ في البيز. ده بيز ايه؟ دي ميزه الموضوع ده. واعتقد كمان انت لما تحرك حاجه كده برضه تتحرك هنا. تتحرك هنا برضه. موفمنت بس. يعني هي بس الداتا اللي ممكن تتغير، الداتا بس. الداتا بس اللي صغير. لكن الكونستراكشن بالايتمز هو 100%. عايز اغير كابلات. ماشي؟ يعني انا مثلا حاولنا ايه؟ حاولنا نحط ايه؟ حاولنا نحط سويتش هنا وقلنا ممكن ايه نحط السويتش دوت مثلا ده سويتش اهو. حاولنا نحط السويتش دوت هنا مثلا وان انا اعمله هنا مثلا كده اخلي السويتش دوت اوبن واخش بقى جوه الريف اخليه ايه؟ اخليه كلوز. لا بص فلو هو كان عمل الحركه دي كنت ممكن اقدر اقول لك ان انا ممكن العب اللعبه ديت واعمل البيز دوت نورمال اوبريشن والريف دوت ايه؟ ستاند باي.
ماشي. نشوف اللي بعد كده في الكوديال بقى. نشوف بقى الاديتور اللي عندنا. هاتوا الصفحه ديت يا رجاله، انتوا طبعا انتوا ماشيين معايا. الصفحه دي، الصفحه دي رقم واحد. احمد ريدي ليك الكوديال بقى معايا من طول بار، من منيو بار يا احمد. في عندي ال عندي في المنيو دي او طول بار ديت، دي اللي هي بتاعت الاي سي اديتور ماشي خلاص. والطول بار ديت اللي هي انسترومنتيشن اديتور، ودي اللي هي الدي سي اديتور تمام. في هنا دي سي يعني ممكن تحط مثلا تحط مثلا اللوحه، واللوحه دي مثلا على سبيل المثال بتدي خلينا اوريها لكم مثلا اهي الفايج والحاجات دي والكنترول. بالظبط اوريها لكم اهي موجوده. نخش جوه. مفترض انه تمام بيعمل باتري سايز، بس دي طبعا احنا ما خدناش في السيشن. فيها اكزامبل اي سي. بصوا يا رجاله، دي دي سي نتورك، هو واخدها منين؟ من بص لو بص 400 فولت. اللو بص 400 فولت اللي هو اتعمل فيه ايه؟ ادى شويه بنشاط. ده 400 امرجنسي، ده 400 ماشي. ادى بصوا كده 400 فولت اللي هو 4.10 كيلو. ادى شويه حاجات وبعد كده قام مدي ايه يو بي اس، وقام مخرج الحاجات اللي بتاعت اليو بي اس وماشي بيها، وادى ايه شويه حاجات دي سي، ومره ادى بطاريات ماشي واشتغل بيها برضو، عمل ايه السيستم او ادى انفرتر. ده اللي هو ايه دي سي اديتور شارج، ده اللي هو المفروض انفرتر ماشي. وبعد كده هنا يدي البطاريات اللي هي بتدي الباص دوت المقابل للايه للسيستم. يعني دوت حول ده ادى الدي سي كونفرتر ده. ده حول لدي سي، وهو اداله من الناحيه الثانيه زي المولد كده الباتري. هو المفروض بقى بيعمل كمان سايزنج الباتري ماشي. طب نخليها في الاكزامبل بتاعنا. ده جميل جدا، خدت من اول امبارح. بس اليو بي اس ده بتاع ده اساسا اليو بي اس ده بيخرج دي سي. الباتري دي بتدي مثلا لو انت عندك سويتش جير، ما انت عارف جوه في حاجات جوه السويتش جير ميديم بتدي سيركتس، بتبقى مثلا الموتور، مثلا الموتور اللي بيحرك القاطع في الميديا فولت سويتش جير ده بياخد دي سي. في شويه ريليهات وشويه ميترز بتاخد دي سي تمام. حط هات السامبل تاني. انا واحد السامبل اللي كانت مفتوحه، السامبل اللي كانت مفتوحه هفتحها تاني اهي. ايوه اليو بي اس ده بتاع ده ايه؟ مفيش انفرتر فيه. ما هو يو بي اس بقى كل حاجه بقى. لا هو باكج مخرج دي سي. انا مخرج دي سي. مخرج دي سي هو واضح ان هو بص عامل له الجزء بتاع يعني هو الجزء اللي بيرجع تاني للاي سي، عامل له حاجه هنا، عامل له حاجه. شايف معمول له هيدن ازاي؟ بس طبعا احنا ما خدناش ده خالص في الكورس، بس انا شفتها كده بالصدفه، فاحنا ممكن نعمل سيرش فيها ونقرا لو فيها، لو احنا حابين انها هيتعمل في ايه في الجزء ده. حتى هو في المحاضره قال لك انا ما ينفعش اعمل اناليسيز لدي سي مع اي سي، مع ان اكتشفنا ان احنا عندنا هو السنجل لاين دياجرام كامل في اي سي اي سي ودي سي ماشي. طيب نتعامل بقى، نبدا بقى نمسك ايقونه ايقونه في الاي سي اديتور اللي هو ليه الشغل بتاعنا، عشان نعمل الكونستراكشن بتاع السنجل لاين دياجرام بتاع اللو فولتج اللي احنا عارفينه ماشي. اول حاجه الباص. الباص هناخدها واحده واحده كده. الباص دوت اهم حاجه فيه الاتي الاي دي بتاع الباص. بصوا عندكم في الورق وبصوا هنا برضو ماشي، ان انت بتحط النومينال فولتج ماشي، وفي حاجه اسمها لود دايفيرسيتي فاكتور مالك ماكسيمم ومينيمم، وفي دراسه اسمها ارك فلاش ماشي، وفي حاجه كده خاصه بالشورت سيركت ما علينا، هو يعني هو موضوع الارك فلاش والشورت سيركت دي ماشي. كاتيجوري دي هو ما شرحهاش، بس اهم حاجات ركز عليهم اللي هم دول اللي هم النومينال والاي دي ماشي واللود دايفرسيتي. طب نيجي نشوف الحاجات ديت هنا. اول حاجه بخش جوه الباس بار اديتور اهو، من هنا بقى افتح هلاقي
ايه؟ امسح كله وخليك بقى مش مشكلة ماشي. واحد البص هتخش هنا تحط الاي دي مثلا، انت عايز تقول ديت مين ديستريبيوشن بورد، هتلاقي ديت فيها شوية ايه؟ ليها شوية حروف وبعد كده ايه؟ ما بتكملش. فانت لو عندك داتا تانية عايز تضيفها عليها تقوم عامل تكست وتحطه جنبها كده بشكل شيك كده تمام، وتقول ده كذا كذا. بس عايز تقول ام دي بي مثلا 4 واير 60 هرتز 400 فولت، شويه داتا كده، دي كلها داتا ديد يعني زي الاسم زي التكست كده برده، مالهاش علاقه بالكالكوليشن تمام. ومحدش يجي هنا ويكتب و25 كيلو شورت سيركت. ليه؟ لان شورت سيركت ده اوتبوت انا باخده من البرنامج، فهو ده مش هيتغير معايا تمام. بس الهرتز وخلاص، هو من اول المشروع متثبت يعني. افترض بقى ان هنا anyway بقى شكل الداتا اللي انت عايز تعملها، الشكل الاخراجي اللي انت عايز تسمي بيه اللوحه دي، عشان هو لما بيحصل مشكله مثلا اندر فولتج في بره معينه بيجي يقول لك البره اللي اسمها ام دي بي و 60 هرتز وكذا كذا كذا، فانت عايز تسميها ام دي بي بس سميها، بقيت الداتا تكتبها كتكست تمام. هنروح بعد كده للايه؟ لل نومينال فولتج. هنا هو يا جماعه ده نومينال فولتج في نفس البيج، هنا هنقول مثلا 13 و8 اللي هو الجهد بتاعك، الجهد بتاع المشروع اللي انت شغال بيه على حسب بقى لو او ميديم على حسب هو انت البقى. ايوه بالظبط كده، لو او ميديم على حسب. بالظبط انت عايزه مثلا تقول كده 4/10 خلاص، يبقى انت كده لو. عايز ميديم هتقول مثلا هتقول مثلا ايه اللي هو 13 و8 ماشي. ده اللي احنا محتاجينه من الباص بورد. لا انا 9 اصلا، لا انت 7، رضا 6.5. يا ابني ده بجد خلاص يا رجاله. يبقى بعد كده ايه الدايفرستي ايه فاكتور، انا بحطهم الاثنين ايه زي بعض. ده لو انا عندي لوحه وعايز اللوحه دي يبقى عليها دايفرستي بشكل معين، بقول والله اللوحه دي على دايفرستي. الباص بورد ده هو يعتبر لوحه خلاص. طيب في ايقونه ثانيه اللي هي الايقونه دي كده، احنا اتكلمنا على ايه الباسبور. نجيب الايقونه بتاعت الجريد باور جريد، هي دي اول حاجه حتى ببدا بيها السيستم. يعني ببدا السيستم اول حاجه ببدا بديت، وبعد كده بخش بقى اشوف بقى انا هروح على باره ميديوم فولت سويتش جير مثلا زي ديت مثلا كده بالمنظر دوت، وبعد كده هروح على محول. ما هو الجريد الاول، تعالى في الجريد عشان دي دخل بياناته ماشي. انا بقول لك يعني انا دايما شكل السيستم بيبقى كده ماشي، ان انا الجريد دوت ببدا بيه، وبعد كده ممكن بخش من الجريد على محول، او بخش على رينج مين يونت، او بخش على ميديوم فولت سويتش يعني. هي كلها تبقى مفهومها ان هي محفظه، خد اللي انت عايزه. الجريد دي هي لو انتوا عارفين ان المحول اي حاجه قبل المحول دي ماشي، لما باجي اعمل كالكوليشن تمام، واهم حاجه عندي في الكالكوليشن هي الار والاكس تمام، بالذات في الشورت سيركت، ان في الشورت سيركت الار والاكس بتاعت اي حاجه قبل المحول بيحصل لها ريفيرنج لناحيه السكندري تمام. يعني الار والاكس اللي هنا دي ماشي بتبقى بيحصل لها ريفيرنج لهنا، فالقيم اللي بتطلع لي من اي برنامج الار واكس وانا بعمل الشورت سيركت كالكوليشن كده في الاتجاه ده بتبقى اصلا اللي هي قبل المحول، بتبقى اصلا قيم قبل المحول حصل لها ريفيرنج لبعد كده. الريفيرنج دي بتبقى مثلا ايه اكس 1 على اكس 2 في في 1 على بتساوي في 1 على في 2 بس تربيع تمام. فالار والاكس اللي هي بتاعه الاب ستريم اللي هي القبليه اللي هنا ما اجي اعمل شورت سيركت، لما اعمل شورت سيركت يعني الكونسيبت بتاعه ايه؟ ان انا بيبقى عندي هنا محول كده ماشي، وباجي انا ايه بحط ار واكس بتاعت المحول، ار واكس بتاعت الايه الكابل صح. طيب واللي قبل كده، اللي قبل كده ار واكس اللي هم بتوع الايه بتوع اليوتيليتي او بتوع الجريد اللي قبليه، دول بقى بجيبهم ازاي؟ في بقى ايه، في جداول الكلام ده هتشوفوها جوه شنايدر، وفي هنا برضو وفي نسب ما بين الار والاكس بتاعت الاب ستريم ديت، ان الار دي تقريبا بتساوي زيرو، يعني هتلاقي الاكس بتساوي تقريبا الزد ماشي، بتساوي تقريبا الزد او الاكس بتساوي معلش عشان اقول لك حته بتساوي او بوينت حاجه كده من الزد
فتلاقي الارض بزيرو تقريبا. تمام. لازم ابقى عارف الجريد اللي انا شغال عليها دي، يعني انا واخد على طول من ميديوم، واخد من الهاي، واخد من ايه، ما هو الجريد دي مش ثابته. ما هو انت يعني بص مش بص حاجه ثابته يعني. انت لو عندك محول واحد كده وقبليك الميديوم، فالار والاكس بتوع الابستريم دول سهل ان انت تجيبهم. لو قبليك بقى محول تاني لو على لو، بتلاقي بقى ان انت يعني انت مثلا زمان في السعوديه كان يجي يقول لك ايه تعمل كده ماشي، وتيجي هنا وتحط لي حاجه اسمها دراي ترانسفورمر عشان تديني اللي هو ايه ال 220 على 110. فانت بتيجي تعمل شورت سيركت هنا، لا انت بتاخد الارات والاكسات دي كلها كده، كلها اللي هم هنا عند النقطه دي اللي هو الار والاكس اللي هنا بعد ما حصل لهم ريفيرنج لهنا ماشي، زائد دول، وبعدين تقوم واخد كل السميشن بتاعهم كله وتعمل له ريفيرنج ها لهنا عن طريق في تربيع على في تربيع والاكسات، وتعمل لهم ريفيرنج تاني لهنا. فالريفيرنج ده بتبدا بقى تشتغل من هنا بمعادله الشورت سيركت اللي هي بتساوي ايه الاي بتساوي في على جذر 3 في ايه، على جذر 3 في ايه في الزد، في الزد اللي هي السميشن بقى اللي هي ار تربيع زائد اكس تربيع عند النقطه دي. تمام ماشي. ده كده بالنسبه لايه الموضوع ده. طيب انا هنا لما هخش على الجريد دي هعبي ايه، ايه اهم حاجات عندي؟ هقول مثلا سك اي دي زي كل مره، هخش على الاي دي زي كل مره. طيب الاي دي تاني حاجه ايه، بص عندك الورق المود هنيجي هنا في اليمين كده هنلاقي حاجه اسمها سوينج. سوينج دي لو انا الشبكه عندي ماشي، اي مصدر للشبكه عندي بيبقى ايه، يا اما مصدر نورمال يا اما مصدر امرجنسي ماشي. وفي حاجات بقى ممكن الشبكه تكون شغاله على اثنين، واخده من شركه الكهرباء وكمان عندها مولدات بتغذي السيستم، يعني بيبقى اثنين بارل يعني اثنين بارل بيتجمعوا مع بعض. فانا طالما انا شغال نورمال وامرجنسي فانا هختار في الحاجتين دول الاتي، سواء انا باور جريد او انا جنريتور اخش على طول على ايه سوينج دي. تمام. لما اتعرض بقى الموقف وده ما بيحصلش معانا داخل المباني، ان انا احط واخد شغل من الشبكه وحاطط معاه مولد والاثنين شغالين مع بعض ماشي، ببتدي افكر بقى ان انا المولد اخليه فولتج كنترول ماشي، والسيستم بتاعي الشبكه تبقى سوينج. تمام. وبرضو يعني لو 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 بالفقاقه كده يعني هتبص هتلاقي ان انت اصلا طالما ان انت ما عندكش حاجه اسمها فولتج كنترول تتحكم في الفولت جوه المشروع، خلاص يبقى اذا انت شغلك كله يبقى ايه سوينج وانت بغمض عينك. طيب السوينج دوت هو بيشرحه لك، هو بيقول لك السوينج ده اللي هو فولتج الفولت كونستانت والبي والكيو بتتغير، ده العادي بتاعنا. طب الفولتج كنترول ده ان انت بتغير في الفولت، الفي بيتغير والكيو بتتغير والبي كونستانت. طيب كده دي تاني حاجه، انا رحت هنا عبيت الاي دي النتورك بتاعتي اللي هي اب ستريم ماشي، بعد كده قلت دوت هنا سوينج، سواء جنريتور بيدي النتورك بتاعتي او سواء الجريد بتدي النتورك بتاعتي الداخليه ماشي. دي رقم 2. رقم 3 هروح على ايه، على الريتد فولتج، بخش بحط الجهد ايه بتاعي، اقول انا شغال مثلا ايه 33 مثلا او شغال 13.8. طيب بعد كده ايه، بعد كده الميجا فولت شورت سيركت، هخش هنا ميجا فولت شورت سيركت، هخش هنا خليني اقول 13.8 ماشي، وهخش هنا على الشورت سيركت احط هنا مثلا اللي هو 500. لو انا عندي 500 عندي 1000، احنا عارفين طبعا ال 500 دي قصادها ايه، قصادها 13.8 ال اسمها ايه ديت، لا 750 33 كمان اسعى جنب من حاله شركه الكهرباء اللي هي 1400 750 ماشي. طيب 1250 لا هو كان مطلعها، بص هي لها حسبه بس نرجع لها بعدين ماشي يا رجاله. طيب خلاص احنا عبينا دي كده رقم كمان كام يا جماعه، رقم كام ديت، احنا عبينا الاي دي ماشي واخترنا ما بين 2 و 3، اخترنا السوينج. رقم 4 ان انا بحط الايه الريتد كيلو فولت ماشي. بعد كده بنخش على الشورت سيركت اهو بعبيها. تمام. طيب هنا الراجل هو شغال معانا جوه البرنامج قال لك ايه، قال لك الاكس والار دي ودي رقم 4، احنا قلنا 1 2 عشان بس اعدهم معاك 3 4 اكس على ار، اكس على ار حطها ب 10
هي دي انا قلت لكم عليها من شويه، ان الاكس الاكس بتساوي 10 مرات من الار، والار بتساوي 1 من 10 من الاكس. تمام. فاذا الار تعتبر مهمله. الراجل كان بيقول لك حطها 15. لو جيتوا فيه في الـ في الهيلب بتاع الانستريشن جايد بتاع شنايدر هتلاقيه بيقول لكم الكلام ده. حتى لو فتحتوا الكوديال دلوقتي هتلاقوا ان الديفولت حاطه ان الاكس بتساوي تقريبا 0.9995 من الزد. تمام. يعني الاكس كانها بتساوي الزد والارض كانها بزيرو كده. تمام كده عبينا الشبكه. يبقى انا اي واحد فينا يجي يبدا اي مشروع يقوم ماسك الكام حاجه دول اللي هم 1 2 3 4 5 ايه ويعبيهم. يبقى احنا كده خلصنا من الايتم دوت ومطمنين ان الايتم دوت احنا عبينا اهم الحاجات فيه. فلما اجي اعمل لود فلو كالكوليشن او شورت سيركت كالكوليشن ما الاقيش ان هو بيقعد يديني الارمات. تمام. وانا مش عارف المشكله فين. خلاص ماليش دعوه بقى بالحاجات الباقيه. مالكش دعوه بيها دلوقتي. اه بص هنا بقى في هارمونيك بس طبعا انت محتاج تقرا في الموضوع ده كويس قوي. في انرجي برايسنج هنا بقى وبتاع. فده هو الراجل قال لك على الحاجات اللي هي بتشغلها بتعمل السنجل لاين دياجرام. عايز تعمل حاجات بقى غريبه بقى لا اجري بقى عليها بقى وخش بقى على الفيديوهات واقرا وخش على الهلب. طبعا هنا عندنا الهلب فيه في في مستين ان انت ممكن تروح الهلب كده على طول خلاص على الموضوع اللي انت فيه اهو ماشي. وفي ميزه ثانيه برضو ان انت من هنا شاور كده وتروح على اي ايقونه وتقول له انا عايز اتكلم انا عايزك تحكي لي على الموضوع ده. هنا مثلا وتقول له تحكي لي على الموضوع دوت. تمام. انتوا من جوه هنا انتوا من هنا اهوت اهو الصفحه دي الصفحه دي اللي هي دي لما تدوس هنا كده يجيب لك معلومات عن الصفحه دي. لو دخلت جوه الريتنج تدوس هنا يجيب لك معلومات عن دي. فطبعا يعني انتوا حتى وانتوا قاعدين بتذاكروا البرنامج يا ريت ايه كل واحد فيكم شاف معلومه معينه يخش برده يشوف هنا كاتبها ازاي لو هي واضحه بالنسبه له يعرف يقراها بسرعه. لان الهلب دوت رخم شويه يعني مكتوب بشكل رخم. تمام. تحس ان هم قاصدين ان هم كلكعوا البرنامج عشان يدوا كورسات فيه يعني. خلاص يا رجاله خلصنا كده من باور جريد. بس محتاجش كده حمرا شاهين خليك للجروب الثاني انت كده زحلقت نفسك. لا كويس تعال تعال صعبت علينا تعال اقف هنا ورايا حاجات تعريفيه ايوه حاجات تعريفيه. طب تعال طب تعال لف. انا عايز مثال انا عايز اخش على المثال على طول. تعال بس المثال ما بيكفش عيال. تعال ده المسجل عايز تزيع وتقف على الناس يا ضايع. وقف ورا محمد وقف ورا في الجد يا عم جد. عبد المجيد ايه ما ظبطش انت الجد. طيب في حد دي اي سؤال في القصه ديت يعني انا اول حاجه دي اهم حاجه دلوقتي مش حد دي اي سؤال في ديت. خلاص حد شاف حاجه في ورقه غريبه من انا ما قلتهاش. نخش بعد كده لو هنتكلم احنا اتكلمنا على الباص صح كده. ايوه حد ليه اسئله هنا. حد ليه اسئله هنا ولا ملوش او جو بص عاوز كذا خان بغذي مثلا كذا لوحه كذا. انت 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 لما بتكونكت عليه الكلام ده هو بيفهم يعني مثلا عاوز يعني انت يعني انت مثلا اخد منه خمسه لوحه اخرى مثلا اخرى. طب فين افتح بس الباص اهو. لا انت اهو اهو يعني اهو اهو انت بص اهو بالظبط كده. هو هو بيفهم اوتوماتيك الهيراركي اللي انت اللي انت عايزها دي. هو بص اهو لما تيجي تاخد كده كنترول دي ماشي وتيجي توصل كبره هو بيفهم كده ماشي. عايز عايز تعمل تحط هنا سويتش كده وتحط هنا سويتش كده سويتش ده كأن هو الديسكونكت بتاع الرينج من يونت يعني ماشي. او عايز تقول افتح دوت وعايز تعمل لوب كده عايز تعمل واحد هنا كمان وتعمل واحده زي دي هنا وتعمل لوب وتجري وجري كل الكلام دوت يعملوا معاك. خلاص ماشي صح. تيجي اعمل واحده لا ما هو جري الوحوش يعمل يعني سيرك بريك ايه توصل تاني توصل سيرك بريك اللي هو ايه يعني واحد سيرك بريك يعني طبعا حبيبي. طيب هنتكلم بعد كده نمسك مثلا المحول نتكلم عليها في الصفحه بتاعه المحول هتبقى فين. نتكلمك عن المحول الاول الصفحه رقم 2 فيها محول صفحه رقم 2 تمام. في حاجه برضو يا جماعه في في البرنامج ميزه ان انت لما تيجي ترص البلوكات بتاع السنجل لاين دياجرام ترصها من فوق لتحت وانت بترص ما ترصش وبعد كده تعبي الداتا في الاخر. لا وانت بترص عبي الداتا ليه؟ لان الايتم اللي هو بعد الايتم اللي انت
رصيته دوت دوت بياخد من اللي قبليه داتا وبعدين ياخد من اللي قبليه داتا وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. في حاجات بقى اللي هي بتاعه الفنانين حبيب قلبي ده شغل الجيتارات بقى والكلام اللي انت فاهمه ده. احنا قلنا شوت سيركت داخل في الكلام. جنب جه عندنا يا جدعان يمشي خلاص. عمل لا بكره وبعده بكره وبعده الراجل قفش. انا حضرت حفله من امبارح. لا امبارح ده كان عباس حموده. ده ب 1200 جنيه يا محمد شاهين. لا يا باشا ماشي يا رجاله. بصوا هنا قرا ازاي البره ديت. قراها كام؟ 3.8. حلو. قراها 3.8 ماشي. هاجي احط هنا المحول هنا كده ان هاجي اوصل كده هنلاقيه ان هو قرا البرايمري اهو البرايمري بتاع المحول قراكي. طب انت احمد لو جيت مثلا كتبت البرايمري ده 33 يديك ايرور؟ مفترض يديك ايرور. اكيد مفترض. هتلاقي بص لو ما ادكش ايرور دلوقتي هيديك هو بيعمل كالكوليشن. يقول لك ان الباص اللي اسمه كذا ام دي بي 1 او اللي اسمه مش عارف ايه. احمد كان بيهتم دلوقتي ما قبلتش ال 33 افرض انت مش واخد بالك انت جبتك 33. بص لو هو بص انا ما جربتهاش بس لو هو ما ردش عليك وانت بتسجل وانت بتعمل فلو ماشي وانت بتعمل اللود فلو او الشورت سيركت هيقفشك فيها ويقول لك في بروبلم مش هيسيبك. تعال نجرب 33 بتاعت المحاولة ليه يعني؟ بتاعت المحاولة ما عملش اي حاجة سمع كلامك وعمل لك اللي انت عايزه. خلاص يبقى يقفشك فين؟ في اللود فلو. باشا لما تيجي تعمل رقم ماشي كل الكلام بالظبط ماشي يا ريس. طيب ايه بقى اهم الحاجات اللي احنا نعملها لما نخش على المحاول برضو عشان في حاجات كتير. في حاجات ايه كتير؟ اول حاجة هنحط الاي دي. يبقى عندنا هنا ترانسفورمر واحد مثلا. تمام. بعد كده هنخش على الريتنج ونختار البرايمري. طبعا هو اوريدي كاتب دوت برايمري والسكندري بالكيلو فولت. تمام. طيب بعد كده هنيجي على الباور ريتنج بالميجا فولت امبير ولا كيلو. اهو بص بقى في هنا حركه هنا ان انت كده ممكن يديك الايه اوبشن تحول ما بين ايه كيلو فولت والميجا. يعني هقول مثلا هنا ايه 1000 ماشي. طيب بعد كده خش على المانيفاكتشر. حابب تكتب اسم المصنع هنا شنايدر اي بي بي بتاع مش عارف ايه دي ايه. مش احمد انت مش داتا فيلم كنت بتقول ان هو المفروض ان هو يعني عنده زي لايبراري كده من شركات وبتاع. طب هو ما ينفعش مثلا في الترانسفورمر ده لما تيجي تعمل سيلكت مثلا تروح تجيب واحد مثلا من اي بي بي او كده؟ لا هو بص هو عنده جداول وعنده كيرفات. هو ده هنا في المحولات بالتحديد ما بيقولكش انا عندي سبلاير فلان وعلان وكده. لا في السيركت بريكر ممكن. لكن هنا هو عنده جداول والكيرفات بتاعت الاستاندرات الاي اي سي والاوروبي ان هو انت حتى لو حطيت له محول 1020 ممكن يستميت الار والاكس بتاعتهم. يعني هو لذيذ معاك في القصه دي ماشي. لو في محول مش ستاندرد في شركه وانت عندك ده كده يظبط لك الدنيا. اوكي ماشي. طيب احنا قلنا ايه مانيفاكتشر ماشي امبيانت تمبريتشر ماشي والامبيدنس. بصوا يا جماعه احنا الامبيدنس تمبريتشر بتاثر على السايز بتاع المحول بتعمل ديليشن. احنا مشينا في القصه دي لقينا ان هو بيعمل ديليشن بشكل كبير قوي واخد بالك. فاحنا يعني الموضوع ده مخليينه كده شويه. احنا كنا عملنا استادي في القصه دي فلقينا موضوع الامبيدنس تمبريتشر ده كان موجود جوه الكتالوجات ومش واضح ولان الكتالوجات بتعمل ديليشن بشكل ضئيل جدا اكبر من يعملوا البرنامج. فاحنا خلينا بص يعني دي الفاليو بتاعتك دي الباور ديليشن ده ال1000 وده بعد الديليشن بيبقى كده بيديك كده. فانت لو بص 40 بيعمل رقم كبير قوي. فانت خلينا يعني سيب الديفولت بتاع الامبيدنس تمبريتشر زي ما هو ماشي. بس الالتيتيود لقينا باراجراف بيقول ان اصلا باراجراف بيقول ان كل 500 متر بتفرق في ايه في 1% ديليشن من الريتنج بتاع المحول. بس خلينا برضو شغالين كده دلوقتي ماشي. هو اكتر الحاجات اللي هي كانت بتتاثر عندنا واحنا عملنا سيرش عليها وبتجيب معانا نتائج وبتبقى مؤثره هو برنامج الايه سبيك سايزر اللي هو بتاع المولدات ده فعلا كان بتاثر بالايه كان سبيك سايزر ولا اسكن سايزر ماشي بتاثر موضوع الايه الالتيتيود جدا. تمام. يبقى احنا جينا للكلام دوت هنيجي بعد كده ايه يعني احمد معاش ما نشتغلش في لا ما نشتغلش دي وخليهم زي ما هم. ما نشتغلش في مصر مش عارف 30 والسعوديه 50 والكلام ده لا نخليها كلها 30 في كل حاجه خليها زي ما هي كده كلها ماشي لغايه ما نشوف موضوع المحول ده بيتاثر بقد ايه. لان هنا البرنامج فارق قوي تلاقيه رمى معاك رميه جامده. لكن لما شفنا الكتالوجات لقينا الكتالوجات البروجرام بتاع الاي اي سي يعني هو كاتبها بالكلفن فاحنا عايزين نلف وندور حواليها كده ونعرف بيعملها ازاي. يعني بيقول لك كل واحد كلفن بينزل واحده في 1%
فانت خليني يعني ايه نسيرش فيها كلنا نقرا فيها كده ونشوفها ونخليه دلوقتي ايه زي ما هو كده بجماله كده وخد بالك لغايه ما نشوف الدنيا فيها ايه. بس كل 500 فوق ال1000 كل 500 يعني يأثر واحد ما بيبقاش جامد بالظبط يعني لحد ال1000 بص لحد ال1000 ولحد 30 درجه سيليزيه انت القيمه زي ما هي. الديريشن بيبدا بعد دول بقى اللي احنا متاكدين منه هو الالتيتيود ده. ممكن يكون يعني معتمد على اساس انك انت مثلا توصفونه هيبقى جوه اوضه انت عامل لها فنتيليشن بتاع فانت بتحافظ له مثلا على 30 درجه ولا هو تقريبا يعني اصل حتى انت لو عامل فنتيليشن مش هيجيب ال 30 اقصى درجه حراره. انت ممكن تعمل فنتيليشن وانت 50 درجه سيليزيه وتلاقي الهواء عمال يتقلب بدرجه الحراره عامل 40 ولا 45 في السعوديه مثلا يعني. ممكن تبقى الاوضه اصلا يعني كده مرميه في السايت فهي عرضه للشمس على طول فتلاقي ال 50 دول وهو المحول في الضله جوه اصبح 45 مثلا يعني صح. طيب بعد كده بنروح على ايه؟ بنروح على الامبيدنس. هي دي بقى ايه اهم حاجه في الموضوع ماشي. انت تقدر هنا تعبي حاجات بايدك وتقدر تستعين بيه ان هو يحطها لك ايه از تيبيكال. تيبيكال دي جايبها مين؟ جايبها من الريفرنسز بتاعه اكواد اللي هي اصلا اي مصنع ماشي عليها. تيبيكال زد اندار خلاص هو جاب لك الزد بيساوي كذا اكس على ار بتساوي كذا بتاعه ايه بتاعه المحول. وخلي بالك برضو لما انا كنت شغال شورت سيركت شويه بتكلم معاكم بقول لكم ان في حاجات بيحصل لها ريفير للسكندري. الار والاكس بتاعه الابستريم بتاعه اليوتيليتي بيحصل لها ريفيرنج للسكن بتاع المحول والار والاكس بتاع المحول برضو بيحصل لها ريفيرنج لايه للسكندري الاثنين. ما هو الار والاكس بتاعت مين؟ ما هو المحول ده في النص بيحصل له ريفيرنج. لا هو هتلاقي حتى كان في رسمه زمان كده كان بيرسم لك حاجه وهميه يقول لك في ار اكس بتاعت دوت ار اكس بتاعت. فعموما لما هتقرا في شنايدر هتعرفوا ان ار اكس بتاعت المحول دي هي الار والاكس بتاعت المحول معمول حسابها في السكندري تمام. ولما هتيجي برضه عند اي محول تاني يعني ده لو فيش على ده ميديم على لو وفي ده لو على لو ما تيجي هنا برضه هتبص هتلاقي ان انت بيحصل له ريفيرنج لايه السكندري. هو ده عايز ينام يا جماعه عايز يقوم قوم ناس تقوم مش انا يا حبيبي مش انا. طيب ماشي ممكن هنا يا جماعه تحطوا الاكس على ار لو انتوا حابين ماشي خلاص. ولو انت الاكس على ار ديت انت عندك انت مش عارف تجيبها كتالوج مثلا مغيب اللي عاوز تقوم قايل له ايه تيبيكال اكس على ار هو بيحط لك التيبيكال تمام. هو ايه الفرق مش انت عملت تيبيكال زد ده بيعمل لك تيبيكال اكس ده بيحط لك تيبيكال زد وتيبيكال اكس على ار بيغطي لك كله حلو. افرض انت عندك زد بقى مثلا كده دي 7 ودي 7 هو ممكن يعني ساعات ممكن تلاقيه غير لك هنا فساعتها تقول له ايه لا انا عايز اكس على ار زي ما هي خلاص. فانت التو فاليو دول هما بيحركوك هنا يعني ده حرك قصاد ده وده بيحرك قصاد ده تمام قوي خلاص كده. دي كده رقم كام؟ رقم 7 تمام. رقم 8 التاب تشينج تمام. وهنا نعمل ايه؟ اقول لك حصلت مشكلة قبل كده بعملها تحت الترانسفورمر مباشرة بيديك فولتج ضعيف. ما ده حقيقي هو اصلا الترانسفورمر اصلا هو عليه فولتج دروب فكنا بنلعب عشان نعوضها نعمل ايه؟ تزود تلعب في التابتشنز عشان كده كل البرامج بيعتبر لك ان عند اوت الترانسفورمر دوت الفقد في الجهد بزيرو. ليه؟ لان هو عارف ان انت كده كده بتادجست وتوصل تمام. فانا هنا لو انا عندي انتوا عارفين طبعا ان الربعمية الخمسة في المية زيادة طعم كام؟ 400 في 1 و 5 يديك كام؟ 420 فهو. فانا لما احط هنا 5% يديني ايه الرقم ده؟ فطبعا ان ده السوليوشن ده ما يتعملش الا غير من ناس قاعده في السايت بيبقى فاينل سيتويشن بتاعها ان هو ما عندوش حل ان هو يعمل اي تعديل في السيستم عشان يعالج موضوع الفولتج دروب عند كل الباسبرات الا غير ان هو يلعب في الايه؟ التاب تشينج. لكن انت الكالكوليشن بتاعتك لازم أن تكون مشقلبها ومظبطها من غير تاب تشينج. حتى لما تيجي تراجع على حد اتاكد تماما ان هو مش لاعب فيها. قول له دي في السايت لما يحتاسوا في السايت يقوم واصلين جايبين بقى المفتاح الايه؟ او اخر كارت اللي هو الكارت بتاع ايه؟ التاب تشينج. ماشي؟ الفولت دي عند الطلبات الفولت دروب عالي فييجوا يجيبوا شركة الكهرباء لما تيجي شركة الكهرباء يشيكوا مفيش فولت دروب عالي طب يمشوا
الدنيا بعدها بيومين تحصل نفس المشكله. طلعت المشكله بيعملوا ايه؟ بسبب ان هم قبل ما يجوا شركه كهرباء بيلعبوا في الثابت شنجر هناك. عشان ما يحللكش المشكله في الاخر خالص جاب فولتج ايه؟ الفولتج ريجليتر على كل موتور. على كل موتور؟ على كل موتور. ارخص من ان هو يجيب على البتاع اللي هو عشان عشان هو في تاب تشنج اون لود وفي اوف لود. اون لود بتبقى اغلى ان انت انا مش فاكر القصه. كان واحد بقى جه سبلاير كده قاعد يشرح فيها بس مش رجاله. طيب ماشي. بعد كده رقم 9 اللي هو ايه؟ الجراوندنج. انا لسه جوه المحول اهوت. احنا رحنا في نراجع بسرعه كده رجاله الاي دي بتاع المحول الريتنج. طيب ماشي. وصلت شروط 8 كان على 400 ماشي. الامبيدنس تيبيكال. التاب بحطه زي ما اتفقنا ماشي. اي حد عايز يكتب اي نوت عندكم بقى براحتكم ماشي. جراوندنج رقم 9 ماشي. انت بتقول انا عندي دوت انا شغال ستار دلتا ولا ستار ستار ولا دلتا دلتا. طبعا عندنا شغالين ايه؟ ستار دلتا ماشي. وباجي هنا في السوليد دوت هو قال حاجتين احنا حافظينهم ماشي. قال حاجتين احنا ايه حافظينهم. السوليد دوت ان انت مش حاطط ريزيستور. انت تيجي تعمل المحول كده يعني نقطة النيوترال متقرضة دايركت ولا متقرضة ازاي؟ بالظبط عندك كده 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 دي كده سوليد. طيب هتحط ريزيستنس يبقى ايه؟ باي ريزيستنس. طيب هو الراجل حفظها لنا كده قال لك ايه؟ قال لك لو انت ليك فولتج اعملها سوليد، لو انت هاي فولتج اعملها ايه؟ ريزيستور او رئه. انا لغايه دلوقتي حافظها ماشي. ليه وعشان ايه؟ نبقى نعمل سيرش كده ماشي خلاص. وممكن هو يكون قال الكلام غلط لا بس لا ده لا اللي في لا ايدينا لا دلوقتي. لا هو في الميديم صح. في الـ الهاي والميديم الجراوندنج للنيوترال ما يبقاش دايركت ما يبقاش سوق. هتلاقي في شط في حاجه شنايدر منزلها بس دي ازاي تعمل جراوندنج وترانسفورم لو هو لو فولتج سوليد. ماشي كويس. بعت لنا بقى عصام بيت برمجي ماشي. بنكمل بيها الموضوع ده. طيب هنا خلاص سوليد. طيب هنا الايرثنج سيستم تعرفين طبعا ايه هو التي ان اس وايه هو التي ان سي وايه هو التي ان سي اس. التي ان اس دوت المعتاد بتاعنا اللي هو الامريكي ماشي اللي هو الفايف واير اللي هو ايه؟ اللي هو لايف 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 نيوترال ايرث. التي ان سي اللي هو لايف لايف نيوترال ايرث مع بعض. نيوترال والايرث واحد تمام. ده 5 اس ده اللي هو كله السي. لا الاس ده 5 الاس ده 5 واير. ايوه السي اللي هو 4 السي اللي هو 4 اللي هو حط نيوترون ايرث اعتبرهم واحد. السي والاس دي اختصار كومن يعني مجتمعين مع بعض. والاس بالظبط منفصلين عن بعض بالظبط ماشي. الدي ان سي اس دي بقى وانت شغال تقدر مره تشتغل ب 4 واير ومره تشتغل ب 5 واير وهكذا اللي هو ده. فاحنا ما شغالين بالايه؟ بال 5 واير دوت. يعني في السعوديه 5 في السعوديه 5 واحنا هنا في مصر بنشتغل هنا في حاجات عندنا اللي مشغله بلدي اللي مفيش حد بيراجع عليها بنشتغلها تي ان سي اس. وشركه الكهرباء مديانا تي سي تي ان سي اس. الارضي هو النيوترال الاثنين في حاجه واحده واخد بالك. بس لما تيجي بقى في منشاه محترمه لا هتعمل انت بقى تاخد نيوترال لوحده واخد بالك. وتيجي انت تعمل الارض شبكه الارض بتاعتك يبقى انت ايه ده الارض دي الفرده الخمسه اللي انت بتعملها بروباجيشن جوه السيستم ماشي. طيب خلاص. في هنا حاجه ليها علاقه بالبروتكشن طبعا الكلام دوت احنا ملناش فيه واخد بالك. طيب كده خلصنا من الايتم بتاعه الايه المحول. في حد عنده سؤال في الموضوع دوت اي حاجه ماشي؟ عشان انا لما اديكوا اكزامبل تشتغلوا. انت بقى عندك ايه تبع الجهاز؟ عندك كتاب على الجهاز؟ عندك كتاب على الجهاز؟ عندك كتاب؟ انت عندك يا باشا؟ انت عندك؟ ما عندكش. يبقى لو ما شطبتوش لو ما لحقتش لما اديك الاكزامبل تقعد انت مثلا ومحمد هشام مع بعض او انت ورضا انت انت ويقعدوا مع بعض ويعملوا الاكزامبل خلاص؟ اه تمام معايا الاكزامبل يا شباب. عارفين الشغلات بتاعتنا بتشتغلها ازاي؟ انتوا الاثنين مع بعض وانت عندك ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش. ما عندكش انت وهشام؟ انا عندي في البيت. عندك في البيت؟ لا عندي في البيت واجيب الوجبه مع حد. لا بيقول عندي في البيت. انت ممكن تروح عادي تعملها مع حد.
طيب في حاجه قبل ما ننسى يا جماعه جوه المحول. قبل ما ننسى بص قبل ما ننسى في حاجه جوه المحول مهمه قوي عارفين هي اللي هي دوت اللي هي الطيب على الكلاس ده الطيب بتاعي ليكويد ولا دراي. بص يا ماشي وهنا بتقول هنا دوت مينرال اويل مثلا وهنا بتقول نوع ايه التبريد واحنا دايما بنعمله ايه ونان دوت. ولو انت عندك اي تفاصيل تانية جوه المحول هتلاقيها تحت خالص طيب على كلاس اللي هي رقم 4 شفتوها ماشي. الحاجات دي مهمه عشان لما اجي ابص على الاكزامبل الحاجات دي كلها معموله. الطيب اهو ليكويد ولا دراي وهنا الاويل ماشي واللي هو الاويل مش عارف ايه اير ناتشورال لو ناتشورال اير ناتشورال ماشي. لو انت عندك اي داتا ثانيه غير ديت بتحطها دراي مثلا كذا 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 ماشي. طيب نخلي دوت ديكويد كده زي ما هو ظريف كده ماشي. انا بقيت الحاجات دي طبعا انا مش عارف هي عباره عن ايه بس اللي انا فاهمه وحافظه هو دوت. لو انتوا لو في حد عنده محاول تاني حطه جوه المشروع مواصفات تانية يبتدي برضو يغير من هنا على حسب المواصفات. احنا دايما بنحط حسب مواصفات المشروع. اهم حاجه الداتا دي كلها تتعبى. اهم حاجه الداتا دي كلها تتعبى. انا ممكن اطلع من الجريد على المحول على طول من غير باص كده. تطلع من الجريد على المحول. خلينا نجرب نجربها. بص لو ما ادكش ايرور خلاص خلاص شغال خلاص كده ماشي. خلي بالك ان النود دي جوه البرنامج هي اصلا باره. فانت بتيجي تعمل كده وتدوس عليها تاني يديك ايه بص. ايوه لازم بص ماشي عشان 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 تبقوا عارفين ان النود هي البص بس في شكل ايه فرق في شكل ايه البرزنتيشن بتاعتها يعني هي شكل نود او شكل كده. وفي كمان حاجه جوه الداتا ديسبلاي بتخليك انت لو انت مش لو انت عايز تحطها نود وما يبانش عليها الارقام ديت اسم النود والكلام دوت. بص هنا كده انت هنا مخليها نود باين عليها بصر. انت عايز بقى تشيل دي ممكن تقدر تشيلها. تخش جوه ديسبلاي هنا حاجه كده بالمنظر دوت وتيجي على النود. فين النود دي ديسبلاي داتا اللي هو التلفزيون احفظه اسمه وشكله. تقوم جاي عامل كده اوكي خلاص شالها ماشي. ده بالنسبه ايه للنود. حلو تمام خلصنا من المحاول. ايه تاني متعرض له جوه السيستم اللي هو رقم 3 ده اللي هو الحاجه اسمها اوبن دلتا ترانسفورمر مش شغالين بيه. طيب قبل بقى عايز ارجع ورا شويه اشوف ان كنت فاهم انا اصلا اوبن دلتا ترانسفورمر. اوبن دلتا يعني بتبقى الدلتا حاجه زي كده حاجه زي كده زي ممكن ابقى اديكم الحته الراجل اللي فيها الكلام عن الموضوع ده بس احنا اصلا مش متعرضين له. المحاول الوحيد لو انت عايز تاخد نيوترال من دلتا تاخده ازاي؟ اللي بقدر اخلق الحاجه الوحيده اللي بقدر اخلق نيوترال لان ما عنديش نيوترال وعايز اخلق نيوترال هو المحاول الزجزاج. ايوه مش الاوبن دلتا بقى حاجه كده هما الاثنين كانوا ورا بعض في الملزمه. انا فاكر حاجه زي كده. الواد ده كان الزجزاج في الملزمه مش في الكتاب. ايوه مين ما عنديش نيوترال في المشروع عايز كايرو مفيش هو مفيش بعد هندسه القاهره اصلا كلش عليه انت وعندك هي معترف بيها عالميا غير كده مع نفسك بقى انت دخلت شركه محترمه ما عندكش ولا اعرفك كمل لك معانا عامل ايه عايزك تسكت خش على الكاتب بقى احمد ماشي انا ايه يرق بصوا يا رجاله الكابل هتلاقوا برضو الرمز بتاع الكابل في ال في الـ IEC مود مختلف عن الرمز بتاع الكابل في اللي هو الامريكي اللي هو الانسي اللي هو الاي تريبل. تفتحوا الكابل هتخشوا على الحاجات ديت ماشي ماشي. اول حاجه انت بتخش على اللينس ماشي بتعبي طول الكابل 200 متر مثلا ماشي. وبعد كده تقوم رايح على طول وانت كده ماشي كده على ايه كلمه ايه لايبراري خلاص. اللايبراري دي فيها شويه كابلات من شويه ستاندرات بي اس على يعني مثلا في حاجات بريتش اهيت على حاجات صيني على حاجات مش عارف ايه. فاكتر الشركات اللي احنا شايفينها قريبه من البي اس او الاي اي سي لان البريتش والاي اي سي كابلاتهم واحده والكلام ده بالتجربه مسكنا الجداول وشفناها احنا والشباب يعني لقينا ان هم ايه زي بعض. البريتش والاي اي سي زي بعض في كل حاجه حلو واخدين من بعض في كل حاجه في الكابلات وغير الكابلات ماشي. الويندو اللي قدامي ديت فيها اكتر في عندي اكتر من عندي الويندو دي والويندو دي والويندو دي الويندو اللي بتاعت الاوت دي ما فيهاش اليتنج لكن دي فيها اليتنج
طيب انا هنا في هنا حته لو انا عايز اوصل لكابل معين بخش عن طريق الايه الفلتر. لو انا عايز مثلا اي حاجه انجلش ما تبانش بتكلم على ايه الكولوم ده اي حاجه متريك تبان تمام. طيب هو طب الفريكوانسي وده كده ماشي الفريكوانسي انا عايز الكابلات اللي هي كلها 60 هرتز تبان من هنا تمام. طب انا عايز الكابلات مثلا اللي هي الومنيوم كبر بس. طب انا عايز اللي هو ايه 1 كيلو فولت بقى عايز 15 20 عايز في الومنيوم في ما شفتش خالص ما شفتش خالص انا كده والله ممكن تكون الديش بقى اهو الومنيوم ماشي. الكلاس ده دي حاجه في التوصيف ملناش دعوه بيها. ده اللي هو 3 كور سنجل كور واقدر برضو من هنا اعمل فلتر واجيب الحاجات ايه زي ما انتم شايفين كده اللي هي 3 كور بس تمام. لو عملنا كده برضو لو فلترنا فلتر يعني سيبنا كل حاجه ريليز يعني هتبص هتلاقي ان في عندك 4 كور و3 كور و1 كور ماشي. مش هتاخد ولا منها ده هتشتري ولا مفيش فور كور ازاي مفيش يعني بس هو نيوترال ده مش داخل لا مش نيوترال بس انت عاوزه هاب ونيوترال مش داخل لا ده كابل مالتي كور عادي اهو 4 كور اهو شفتوه حد شافه اهو 4 كور انت ممكن لما تتك على الانسوليشن ما تبص عليها هيجيب لك الاربعه كل واحده لا اتك عليها نفسها لا على اللي فوق اهو بس خلاص اهو اتك عليها بتشوف اهو بس انا لما كنت مبين حاجات هنا فكانت بتشيل حاجات قصادها ايوه. طب هنا العزل اكس ال بي انتوا يا جماعه ما شغلت فيه شغل يا عم شغل احمد ايه احمد احمد الشباك بس الشباك يا ابني ده هيضرب اتك على المود اتك على المود ايوه كده خليك كده نبدا بكده وبعد كده نقعد بقى نغير ماشي ماشي يا رجاله. هنا دوت الكود اللي انا شغال بيه وكمان هنا لو انا هعرفكم بقى ازاي تعملوا اديت للليبرا دي ان انت تحط داتا بتاع الكابل بنفسك. واهم حاجه في البرنامج بتاعنا دوت في الكالكوليشن هم الار والاكس لان هم دول اللي بيدفعوني في الفولتج دروب وهم دول بيدفعوني في الشورت سيركت. لكن انا كده كده مش بعمل سايز للكابلات ولا بعمل سايز للبريكرات جوه البرنامج فانا مش محتاج كيبل امباستي يعني هم ما بيعرفش يعمل كيبل محتاجين الار والاكس لا 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 ما بعرفش اعمل سايز ايه ده يعني لو ماشي. يعني احنا ما بيشيكش خالص ولا اقول لك ما بيشيكش حتى في بقى في بس معقده مقرفه بس ما في حد بيستعملها اصلا. البرنامج ده انت بتجيب حاجتك محسوبه بريكرات وكابلات وبتيجي تخش تشيك بس تشيك على فولتج دروب وشورت سيركت. محتاج تغير في كابل بعد ما تغيره هنا عشان هو اتغير من الفولتج دروب تقوم رايح مغيره هناك على اعتبار مثلا انت الكابل حسبته 10 من اللود حسبته 10 طلعته من الكتالوج 10 بس الفولتج دروب الدنيا ايه الدنيا تبان منين بقى من البرنامج هنا فخليك تروح تجيبه 16. طب هو ازاي بقى 16 هو كان 10 كالكوليتد والفولتج دروب برفعه خلاه بقى 16 ده اللي التاريخ حسب الكلام. ما هي دي بقى من عيوب البرنامج ان هو ما بيعملش كالكوليشن ماشي وهو ده المبدا ان هو مش عايز يعمل كالكوليشن خالص هو عايز يستنيه كده ايه بس ايه يعمل لك تشيك اللي هو هتحس ان هو ايه يعني هو البرنامج عباره عن ايه يعني بيفهم ازاي يعمل لك سمشن الحاجات يعني ازاي يجمع لك ار واكس يحط لك معادلات ماشي في بتاع الفولتج دروب وما الى ذلك واخد بالك ما فهمني غلط كمل على طول ماشي يا رجاله الله الله طيب نكمل طيب ناكل نجيلك 5 دقايق 5 دقايق